معادة مع الدكتور فتحي سعيد. أهلا وسهلا بك دكتور. وبكل مستمعي إذاعة طب اسلام الكرام. تحية ليك، شو أحوالك؟ طمن عليك، صفا أمورك؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. به دونك دكتور فتحي سعيد، شرفنا الحضور متاعك ديما بالتليفون. لطو انك علاش ليه مره تكون بحضرنا دكتور هكا ولا؟ ان شاء الله يشرفني يا سيدي، ويشرفني نكون معك ومع مستمع اذاعه قبيح الكرام. تحيه كبيره ليك. دونك دكتور فتحي سعيد، مستشار نفسي وتربوي ورئيس مركز الارشاد النفسي، مؤسس ورئيس نوادي التربيه النفسيه. كنذكر اللي كيما العاده باش تكون موجود معنا ديما من في الكونيك الاخرانيه من برنامج ناس رمضان على كاب اف ام. دونك شو موضوعنا اليوم دكتور؟ اي النهارده هنتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو فرط الحركه وتشتت الانتباه. به فرط الحركه معناتها فوالا. به به يعني تحب تقول لنا يعني هالحركات اللا اراديه للاطفال اللي تعمل كيما نقولوا احنا مشاكل نفسيه، اضطرابات نفسيه دكتوره؟ لا، الحركات اللا اراديه موضوع ثاني، متلازمه ريت او متلازمه داون او حركات اخرى زي بعض المتلازمات اللي بتتكلم في كده، متلازمات تيك ديس اوردر او متلازمات العصبيه. ده موضوع، وموضوع الطفل اللي ما بيركحش يتحرك كتير، وهو سوي بدنيا سوي فيزيكمو، ولكنه ما بيركحش، ما بيعرفش يقعد، ما بيعرفش يتحكم في نفسه، وده بيأثر على تحصيله الدراسي وعلى تركيزه وانتباهه داخل الفصل. هنتكلم على طفل عنده حركة زايدة، فرط حركة وتشتت انتباه، بيسموه ADHD أو Attention Deficit Hyperactivity Disorder، اللي هو بيسموه فرط الحركة وتشتت الانتباه. بيه 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 دكتور بيه، كمل حكينا اكثر التفاصيل. هذا المرض او هذا الاضطراب بيسموه اضطراب في النمو. في النمو، معناتها من الصغرى دكتور؟ من الصغرى الواحد بيتولد عنده استعداد وراثي، في سبب وراثي، استعداد وراثي لهذا، او مشاكل في الحمل، او مشكلات في اثناء الولاده، او نقص في الاكسجين الواصل الى المخ، او الام اثناء الحمل تعرضت الى ماده الرصاص، سواء اكلته في الفحم او بتشتغل في مكان فيه زي الناس اللي شغالين على بتوع الاسكانير والحاجات دول بيتعرضوا لهذه الماده كتير، او تناولت بعض الادويه اثناء الحمل نتيجه مرض ما. كل ده يؤثر على الجهاز العصبي للصغير، خاصه في اول 3 شهور من الحمل. بالضبط، اكيد. ونمط تربيه غلط مع التعرض كتير للتلفزيون، مع طريقه تربيه مبنيه على العنف اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير جدا، نمط تربيه خاطئ يفعل ويؤكد هذا الاضطراب او هذا المرض اللي هو بيسموه Attention Deficit Hyperactivity Disorder أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أيوة. الطفل هنا بقى عنده مشكلة، ليس لديه القدرة على التركيز ومندفع، وعنده نشاط زيادة جدا غير موجه. في فرق كبير جدا بين الذكاء الحركي، نوع من أنواع الذكاء اسمه الذكاء الحركي، في أطفال أذكياء حركيا، لما نيجي نقول ميسي نقول رونالدو نقول الناس دي كلها عندهم ذكاء حركي فبيوظفوه في شيء هادف، لكن الأطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه بيتحركوا حركات غير هادفة. الأصل الهدف من الحركة هو الحركة وتفريغ التوتر، ولذلك هم بيعانوا جدا على المستوى الداخلي، وبتسمى هذه مع صعوبات التعلم تسمى الإعاقة الخفية. تسمى الإعاقة الخفية لأن الأم هنا بتشوف ابنها لباس عليه كل حاجة، دكتور حاجة غير التعليم الطفل لباس عليه. دكتور دونك الحاجه هذه نجم نلاحظوها حتى اللي امر للاطفال اللي عندها مرض التوحد شويه، خاطر في بالي عندها من اعراض التوحد. لا لا لا، هو ممكن يجي اضطراب مرافق، يعني اضطراب مصاحب للي عندهم صعوبات تعلم، واضطراب مصاحب للي عندهم التوحد، واضطراب مصاحب للي عندهم القلق، واضطراب مصاحب للي عندهم متلازمه تريك، واضطراب مصاحب للي عندهم المتلازمات تيك ديس اوردر، اي متلازمه فيها تيك ديس اوردر في الجهاز العصبي. فهو هنا يجي مرض مصاحب، ولكنه ممكن يجي مستقل، وده اللي بنتكلم عليه النهارده في دي الحلقه. كل في الغالب اغلب اللي عندهم صعوبات تعلم او توحد في الغالب بيبقى عندهم هايبر اكتيفيتي او ADHD، لكن ممكن يجي مستقل. النهارده عايز اتكلم على لما بيجي مستقل للطفل، لما هذا المرض يجي مستقل للطفل لوحده، الطفل سليم، جسمه لا باس عليه، نموه لا باس عليه البدني، كل شيء لا باس عليه، ما عدا انه ما بيركح وراسه عنيد ويتحرك برسه وتشتت انتباه، ما بيكبتش بسهوله. هذه كان اللي انا عايز اركز عليه النهارده، لان دول نسبتهم تقريبا من 7 الى 9% من الاطفال. انت بتتكلم في رقم كبير، يعني لو في فصل فيه 100 طالب يعني عندنا 7 طلاب كده.
يبدو أشوياء من بره ولكن لديهم معاناة داخلية كبيرة جدا، لأن احنا بنشوفهم أشوياء فبتحس انهم قلالات الأدب او مش متربيين او مش متخلقين او مش عاقلين او مش أذكياء، رغم ان درجة ذكائهم فوق 90 اللي بتكلم عنهم النهاردة، طفل طبيعي درجة ذكائه فوق 90 سوي بدنيا، ما عنده أي مشكلة عضوية أي مرض عضوي آخر يسموه ولكن بيعاني من هذا الاضطراب متفردا لوحده. أي. فنسبة الولاد دول بيتكلموا من 5-7% حول العالم، ودلوقتي بعد الكورونا والحصرة اللي تعرضنا بها دي زادت النسبة إلى تقريبا 7-9%، والمرض ده مرض ذكوري في الغالب، يعني بيجي الذكور أكثر 4-1 في الذكور أكثر من الإناث. يعني نسبته في الذكور أكثر، ولما بيجي في الذكور بيجي معاه الحركة الزايدة، ولما بيجي في الإناث بيجي معاه تشتت الانتباه، يعني بيأثر على تشتت الانتباه. هذا المرض بيجي على 3 صور، ممكن يجي للأطفال على صورة حركة زايدة فقط، مثال أجيتي لكنه بيكبت ويركز، لكن أجيتي حركة ما يقدرش يقعد ربع ساعة راكح، لو الطفل عمره 5 سنين ما يقدرش يقعد ربع ساعة راكح مهما بذلت مجهود إنك تعاقبه ولا تصيح عليه، بالعكس بيبكي أو بيصرخ أو بيتململ ويرد على الأرض. فممكن يجي في الصورة دي الأول، الصورة الأولى إن يجي في حركة زايدة فقط، ممكن يجي في صورة أخرى وهي تشتت انتباه فقط، يعني يبقى قاعد هادي وعاقل أما ما بيكبتيش، يشرد، عنده الشردة على طول، نقول عنده الشردة اللي قلنا جيل للبنات أكثر. الشردة تيجي للبنات أكثر، اللي هو تشتت انتباه، والحركة الزايدة تيجي للولاد أكثر، ويجي قد مجتمع مع بعضه فرط حركة وتشتت انتباه. يجي قد فرط حركة وتشتت انتباه، يعني يجوا الاثنين مع بعض، يعني اتحرك برشا وما يكبتيش. تعال نقول مثال على الاعراض، لو ابني عنده او بنتي عندها فرط الحركه الزايده والاندفاع، دايما الحركه معها امبالسيفيتي، اندفاع. واحد عنده قلق وتململ في المقاعد، ما يعرفش يقعد على الكرسي اكتر من ربع ساعه من غير ما يتحرك ويفرق، احنا بنتكلم على طفل اقل من 10 سنين. التحدث بصوره مستمره، دي ما بيتكلم حتى بيغني مع نفسه ما بيسكتش. التحرك المستمر في كل مكان زي النحله، نشيط وحركة عشوائية، بيجري بالكرة مش بيلعب كرة، في فرق انه يروح يلعب في الكرة في السبور فعايز يجيب جول فبيلعب لعبة هادفة، وفرق انه عايز ياخد الكرة بيجري وخلاص. الهدف من اللعب الجري، الهدف من الجري الجري. ملامسة اي شيء او اللعب بكل شيء تقع عليه الانظار، لما يجي عندك المكتب عندك ولا يجي عندك في الاستوديو يمس المايك، يمس التليفون، يمس المنديل اللي على المكتب، يمس كل حاجة لازم يمسها. عنده مشكلة في حاجة بيسموها القدرات التنفيذية، انه يعمل كنترول الفرامل بتاع الدماغ. هو المرض بيجي في الحتة دي، في العمليات التنفيذية في المخ، 4 عمليات منهم القدرة على التحكم في سلوكي، يعني ان انا عايز امس حاجة ومش واقول لا عيب احشم لا هتعاقب، هذا ما عنده دي. معناتها كل شيء كل شيء مسموح به. يعطيك الصحة. صعوبة في الجلوس في سكون اثناء تناول الطعام في المدرسة ووقت الاستعداد للنوم، يعني ما يقعدش ساكت، يقعد يحرك لحد ما يطوب ساكت مرة واحدة، يطوب نايم مرة واحدة، لازم يطوب نايم، ما يقعدش كده زي الولاد يدخل في النوم ويرتاح، لا هو نايم يفرك ويحرك ويتقلب 550 مرة في الليلة مثلا، يعني رقم مبالغ فيه، ويتلف وعلى المخدة وتحت المخدة وضرب الغطا. لما يجي يعمل نشاط ما يعملوش في هدوء، يعني ما تقول له ذاكر ولا لا، عايز يتكلم ويغني ويحول كل حاجة لنشاط حركي ويعمل ضوضاء ويقوم يقف ويذاكر وهو بيمشي. لما تقول له اقف في الطابور ما بيعرفش يقف في الطابور، يعني اقف في الصف، شد الصف في المونوبري في المدرسة، لا اكتر حاجة بتبقى خطر عليهم ان ممكن يقص الطريق من غير استئذان، يعني هو لو الام ما خدتش بالها منه يقص الطريق مندفع، ما يقدرش خطورة الاشياء. ايضا صعوبة في انتظار حصولهم على الاشياء اللي عايزينها، يعني مثال لما تيجي تقول له مثلا هجيب لك الحاجة دي بكرة، يعمل لك نوبة كريز من الغضب والبكاء والهستيريا، عايز اللعبة تو ماليش دعوة، تو يا ولد الحانوت مسكر، يا ولد ما عنديش فلوس ماليش دعوه. ممكن يمكن بالساعه والاثنين عندهم قوه اراده جنونيه على الاستمرار على طلباتهم، يعني فدي اول نوع اللي هو فرط الحركه والاندفاعيه. في نوع ثاني الذي يغلب عليه نقص الانتباه مع حركه زايده، مع حركه هنا هاديه، حركه هاديه لكن نقص الانتباه. واحد ما بيركزش في امر واحد، لما يجي يذاكر شويه في الدرس ويركز لحاجه ثانيه ويركز على حاجه ثانيه، بيذاكر عربي وشويه يروح بس لغله في الكتاب، ناظر للشباك، بابا جه مش كله بره نحب نروح التواليت، الانتباه بتاعه مش هتا تاني. يعطيك الصحه. اي نشاط واحد بعد 5 دقائق يمل منه، يعني ما يجي يلعب لعبه، يلعب اللعبه يا دوب يفركها وبعدين يفد منها، ويلعب لعبه ثانيه وبعدين يفركها يفد منها، بعدين يجي يركب يفد منها، يركب حرفين في البازل ويفد منها، يلعب لعبتين بس يفد منه.
طبعا ما عدا لو يمسك التليفون. التليفون يا جماعة مادة مخدرة، عشان كده وفيه بيسموه مثيرات كثيرة، لذلك هو لو مسك التليفون يدمن التليفون في ثانية، لأن التليفون بيسيطر بيهدله النشاط اللي في مخه ده، لأنه بيتلقى معلومات كتير ومثيرات كتير، ولذلك هم أكثر عرضة لإدمان التليفون وإدمان المخدرات والحرق الإيطالي لما يكبروا وشرب المخدرات، وتعرض لي أكثر من 60% منهم عرضة لي انهم يعملوا حاجه خطر على نفسهم، زي الحرقه، زي شرب مخدرات، زي ركوب موتور والسياقه بسرعه 800 كيلو في الساعه، اكسيدو، حوادث برشا للاسف، لانهم متهورين ولا يقدروا مخاطر الاشياء. ايضا صعوبه في تنظيم واستكمال عمل ما، يعني او تعلم شيء جديد، لما يجي يعلم حاجه جديده ما بيحبش يكمل الاخر. ايضا الطفل كانه وانا بكلمه مش لا يسمعني، يعني بيلعب في ودنه، بيتكلم، بيناغي، ما بيركزش معاك، حتى في الفصل يقلق المعلم، ما بيركزش معاه، ينظر لصاحبه. ايضا الاستغراق في احلام اليقظه، ليه سرحان دايما وشارك في احلام اليقظه انه بطل، انه سوبرمان، انه خارق، انه باتمان، انه ضرب كل الفصل، انه بقى الاول على المدرسه، اي حاجه، انه بقى المعلم اللي البنات كلها بتحبه. حسب المرحله العمريه بتيجي التخيلات دي. يعني تشتت الذهن طبعا وعدم الانتباه للتفاصيل، لما الام تقول له روح هات هات من الكوجينه ولا هات من المونوبري ياغورت وصلصه وحليب وعظام، يروح يجيب لها بسكويت ويرجع. تخيل احنا قلنا اربع حاجات، يروح يجيب حاجه خمسه خالص، او يجيب نوع منهم ويكمل باقي مخه، يعني بينسى بشكل جنوني. النوع الثالث بيجتمع فيه الاثنين يا سي بهاء، يعني يجتمع فيه بقى فرط الحركه مع تشتت الانتباه، مع نقص الانتباه او تشتت الانتباه، وده بيتسم بقى طبعا، بيجمع بين العربين اللي قلتهم دول، بيجمع بين الاثنين اللي انا قلتهم دول، يعني بيجمع بين اللي انا قلته في الاولاني واللي قلته في الثاني، فبينجمعوا الاثنين، قلق وتحدث بصوره مستمره وتحرك في مكان واستعداد وصعوبه في تناول الطعام وحركه دايمه وصعوبه في اداء المهام والانشطه، يعني هذه نقطه مهمه جدا. فدي نقطه مهمه قوي، يجب ان السلوكيات دي لازم تظهر طبعا، لو في حد بيسمعنا النهارده لازم اللي يشخص يكون مختص نفسي، يرجع للطب المدرسي او طبيب نفسي. يجب ان تظهر السلوكيات في قبل 7 سنين وتستمر هذه السلوكيات 6 شهور عند الطفل، وتعوق الطفل في الدراسه والتركيز او في مجالين على الاقل، دراسته او اللعب مع زملاء والاندماج مع زملاء. دكتور هوني انا نطرح عليك سؤال، هو نقولوا احنا انا نعرف انسان منها من نوعيه هذه، معناتها عنده شويه الحركه الزايده، عنده الحركه المفرطه، دونك عندي مثال خويا ولا ولدي عنده الحركه المفرطه، كيفاش يلزمني نتعامل معاه دكتور؟ حاضر. اول حاجه طبعا لو هو في المدرسه تعرضه على الطب المدرسي، دي اول حاجه، بحيث يدوله ورقه كده من المدرسه، من الطب المدرسي، ان هو ليه طريقه معامله خاصه. المعامله الخاصه في ايه؟ في النوم بكل 5 دقائق المعلم ولا كل 10 دقائق بيوقفهم يعملوا نشاط حركي ما، او يمسحوا السبوره، او يساعدوا زملائهم، او يفرقوا الاوراق، او لما يقعدوا يبعدوا جنب يبعدوا عن الشباك وعن الباب. في اول اسعافات اوليه كده سريعه كده، يبعدوا عن الشباك وعن الباب عشان نقلل المثيرات اللي داخله عقلهم، يكونوا وش مقابل للمعلم، ليسوا على جنب ولا جنب الشباك، حتى لا تاتي مثيرات الى عقلهم وتقلقوا. دي اول حاجه. وبالنسبه للولي في الدار بقى خلاص الطب المدرسي وهيقول لك تمشي في انهي سكه، ولو الحركه زياده قوي ممكن ياخد دواء، يعني ساعات بيتعالج بالدواء، تاخد دواء مهدئ للحركه دي، او بيتعمل حصص جلسات علاج نفسي مع المختص النفسي او بتاع التربيه المختصه حسب المشكله اللي عند الطفل. فتعال نشوف بعض النصائح اللي هقدمها للاولياء، يعني بحكم ان انا بركز كتير جدا على الاولياء، لان الولي هو المفتاح لتغيير ولده اكتر من اي مختص بصراحه. فاهم النصائح للاباء، 1 تقليل المشتتات قدر المستطاع. يعني ايه؟ يعني الطفل في البيئه التربويه قلنا نقلل المشتتات، يقعد بعيد عن الباب وعن الشباك. تحفيز الطفل ورفع دافعيه التعلم لديه، يعني دايما نشجعه، برافو، هم يجوا بالتشجيع جدا، كلمة برافو كلمة سحرية بالنسبة لهم، أحسن تحاول مرة أخرى، تعال نجرب. تنمية مهارة الاستماع، نعلمهم إزاي يسمعوا، فممكن أحكي القصة وأقول له لا تعلق قبل أن أنتهي من القصة، ولما يعلق أقول له لا لا يا طه، لا يا حبيبي، لا يا قلبي، ما ينفع تجاوب إلا لما أخلص القصة، والقصة تكون قصيرة لمدة 5 دقائق، أو ممكن نبدأ بدقيقتين وتكبر معانا حسب عمر الطفل طبعًا. القصة تساوي عمر الطفل، لو طفل عمره 3 سنين إذا القصة 3 دقائق، العمر الطفل 5 سنين قصة 5 دقائق، العمر الطفل 7 سنين قصة 7 دقائق. انه يسمع الدفعه مره واحده بعدين يقول له علق، او ممكن نتفرج على فيديو لمده دقيقتين، اي فيديو تعليمي تربوي، بعدين نقول له علق على الفيديو، فيديو لرمي القمامه في الشارع، فيديو لعدم الصدقات، فيديو للصدقه، فيديو لحد بيصلي، وبعدين علق لي عليه، ولازم ما يعلق الا بعد الفيديو ما يخلص، لان هم بيعلقوا دايركت، اول ما يشوف بيصلي، بيلعب، يخرج، فتح، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، يا ولدي استنى ما يخلص وبعدين علق. هو ده التشتت اللي عنده. طبعا احترامهم وعدم السخريه منهم بلاش، لان بيتشتموا عندهم دول، عندهم الاولاد دول عندهم بعض الشتائم التي تلصق فيهم، يا شطان،
يا دينامو زي العفريت ربنا يهدك، ما بتتهدش ما بتركحش زي الماكينة دي ما تخدم، انت تركح وتريض مش عارفة لحد امتى هتفضل هكا. فطبعا لان هم مندفعين والاندفاع بيخلي بيوتر الولي، لان اغلبنا زي انا كده الولي اللوكزه بسميه، زي انا كده الولي اللوكزه اللي هو عايز ايه يعني ابنه عاقل هادي ما يتحرك ما يخرج معها، عايز يقعد على المكتب ويطلب من الدليفري ولا يطلب من المنيو معناتها يزمنا نعرفك فيش نحكيو معاه معناتها فلا يعني نحكي معاه ونشتغل عليه. يلا دكتور بايجاز نكمل شوي. فاضل دقيقه. في الدار المذاكره في اماكن هادئه، المكتب يكون مقابل للحائط، استخدام كرسي خاص بهم، يعني في كرسي كده بيجي يتعمله بدال كانه بدال عجله يتحركوا عليه، ده مش هيبقى متاح عندنا قوي، لكن على الاقل على الاقل كل ربع ساعه تخلي ابنك يقوم يتحرك ويجري في مكانه خمس دقائق يجري في المكان، وهو بيجري في المكان ممكن يقول ببقه اللي كان بيقراه، يعني الف الارنب ولا بيغني اغنيه ولا 2 و2 4 ويغنيها وهو بيتحرك كده، او بيعمل المساله دي او بيحفظ درس التاريخ، مساحه امريكا الجنوبيه مساحه امريكا الشماليه العمله في امريكا هي الدولار مش عارف ايه هك. سمح لهم ان هم قاعدين على المكتب هم في الدار ان الام تخليه يحرك رجليه ويهزها زي الهزات كده بدون ان يحكها في الارض، عشان يتعلم يعمل كده في المدرسه من غير ما يحك رجله في الارض ويعمل صوت في المدرسه فيقلق المعلم فيهز رجليه دون حق في الارض. طبعا تقليل الشاشات كلها السكرينز كلها بتزود هذا الموضوع، ممارسه رياضه جماعيه زي كره القدم او زي الناتاسيون السباحه او زي كرة اليد أو زي السباحة، بلاش كاراتيه وبلاش بوكس لأن ده بيزود عندهم العنف. فوالا دكتور ود عند مختص وتابع الله يبارك وبارك الله فيكم. فوالا ميرسي بوكو ليك دكتور على التفاصيل هذوما كلها بتبيعها. سينو نذكروا لي باش نزيدو نلقاو غدوة في رونديفو جديد نكملوا مع الموضوع هذا، سينو نجمو نجبدو موضوع اخر كيما العاده. المواضيع نتاعك حساسه وممتازه جدا دكتور، فشكرا على حسن اختيار المواضيع وشكرا ليك على المداومه انك معنا ديما في ناس رمضان. دكتور شهية طيبة ميرسي بوكو ليك. تحية طيبة وشكرا لحضرتك ولكل المستمعين الكرام يا شبهاء ربي يبارك فيك. تحية ليك. فوالا دونك بهكا نكملوا ناس رمضان بالنسبة اليوم، نرجع بكم لتشيشينة بكري شوية على عبد السلام.